السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم. اليوم رجعنا لكم بلعبة فيجل ذا لونجست نايت. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة الخير، في فيديو سابق وصلنا في هذا المنطقة، ولكن قبل ما نستكشف هذا المنطقة يا اخوان ابغى استكشف منطقة ثانية اللي هو الاباندد هاوس. اوكي، هو ذا المنطقة يا اخوان، لان هذا المنطقة يا اخوان ما استكشفناه بالكامل في الفيديو السابق. ف خلونا نستكشف هذا المنطقة وبعدها بنستكشف المنطقة اللي وصلنا فيه. اوكي، فخلونا نروح هذا المكان ونشوف اذا كان في شيء يا اخوان من هنا. هنا في شلال، اتذكر هنا في هذاك التمساح يا اخوان، هنا شيء تمساح، فخليكم مركزين. اوكي، خلونا نروح هذا المكان نشوف، لان في الفيديو السابق يا اخوان ما استكشفنا هذا المكان يعني بالكامل يا اخوان، يعني سحبني على هذا المكان. تعال يا خفاش، تعال ابلع. اوكي، اوف شويه بس تعورنا شويه ما واجد. اوكي، في الفيديو السابق يا اخوان احنا رحنا سيدي، رحنا يعني رحنا كملنا هنا، ولكن هذا الصوب ما رحنا، ما دخلنا هنا. اوكي، ما دخلنا في هذا هذا البيت، هو في اكثر عن دخل، يعني في اكثر عن مدخل يا اخوان. فيس، فخلونا نشوف هذا المكان وين بيوصلنا يا اخوان، يعني وين بيطلعنا يا حبيبي. يظل ابلع 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 ابلع، ايوه كذا كذا يا حبيبي، كذا الشغل كذا الشغل. انا قص اسمه مرلغ، واسمه ذاك. اذا لاحظتوا يا اخوان ان انا غيرت السلاح يا اخوان، غيرت السلاح الثاني، حصلت هذا السلاح في الفيديو السابق. اوكي، ولكن الفيديو السابق انا نسيت يعني اغير السلاح، غيرت هذا السلاح، وهذا السلاح يا اخوان ممتاز مره، يعني اموره زي العسل يا اخوان، السلاح مره فتاك. اوكي، ابغى اروح هذا المكان، اضرب سلايدنج يا حبيبي. لا 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 لا, لا يا حبيبي سلايدنج. اوكي، انزين هذا السلاح اللي حصلته الحين يا اخوان مره، يعني الدمج ماله اعلى عن دمج ذاك السلاح اللي كنت استخدمه قبل، فاموره زي العسل يا اخوان. واذا لاحظتوا في يعني في كذا يعني في شعله في السلاح يعني. اوكي، ايوه هذا المكان يا اخوان احنا ما جينا في الفيديو السابق، ما جينا هذا المكان، هذا منطقة جديدة يا اخوان. فزين نستكشف هذه المنطقة، يمكن بنحصل سلاح احسن عن هذا السلاح يا اخوان. ف وي هاف تو سيرشنج. اوكي، ايوه هذا المكان احنا ما جينا ابدا يا اخوان. اقحم اقحم. اوكي، وش هذا؟ كذا زين، حل هذا حل تطوير يا اخوان، هذا الستون حل تطوير، هذا الحجر يا اخوان مفيد حل تطوير السلاح على اساس تقوي السلاح. اوكي، ابلع ابلع يا حبيبي، ايوه كذا مساق يا حبيبي، هذا السلاح اسميه مساق يعني. في شيء فوق؟ ما في شيء. تحت كيف اموره؟ ما في حد هنا؟ في ظل، ما عندناش هذا يعني، حد اللي ضربناه ما بيفيدنا، فاحسن نشرد عنه يا اخوان، نشرد عنه لان احنا ما فاضين. ايوه احنا ما فاضين وباغين يعني نستكشف المكان يا اخوان. جيب جيب، باغي الذهب، انا ما عندي ذهب، صار مخلص عندي الذهب. خلونا ندخل هنا. ايوه هذا البيت يا اخوان ما دخلنا ابدا، هذا البيت ما وصلناه في الفيديو السابق. اوكي، هذا البيت ما وصلناه، هذا منطقة جديدة. فهذا يا زبالة، لا قصة ضرب، ما لا قصة ضرب. اوكي، قلت لك لا تضرب، لا تضرب، انت اخوك، انت واخوك، لا تضرب، لا قصة ضربوني. اعطيني الجولدنج. هذا وينج اوف بات، ما فهمت ايش فائدته هذا الجناح حق الخفاش، ما فهمت ايش فائدته. يا ساتر، شوفوا على المنظر يا اخوان، شوفوا على المنظر يا اخوي، يا غراب طلع منه. اوكي، هنا في شيء؟ ما في شيء؟ ما في شيء. اوكي، هذا المكان احنا ما وصلنا، انا متاكد 100% انه ما جينا هذا المكان في الفيديو السابق. زين، هنا في ظلين، ما ظل واحد. اوه اي 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 اي، لحظه لحظه، اي وش صار؟ وش صار؟ في شيء. اوكي، حصلنا بوشن، زين على الاقل حصلنا شيء. يمكن احيانا يكون في اشياء، يعني في اشياء سريه يا اخواننا، اشياء مخبين على كذا، يعني لازم ندور سيدي على اساس تحصل شيء سري. ابلع ابلع يا حبيبي ابلع،
دراسك حبيبي. انزين بزيدك. هذا السلاح فتاك يا اخوان. هذا السلاح فتاك. شوف يا اخوان لحظة اراويكم السلاح. اوكي. هذا السلاح اللي استخدمه الحين. هذا غير عن هذا. هذا اللي كنت استخدمه في الفيديو السابق يا اخوان. هذا السلاح اللي كنت استخدمه في الفيديو السابق. اما هذا السلاح هو اللي استخدمه الحين يا اخوان. فهذا السلاح احسن عن هذا السلاح. فيس اذا حصلت هذا السلاح استخدم هذا السلاح. هذا احسن عن هذا. من وجهة نظري يا اخوان. اوكي. خلونا نروح هنا. خلونا نروح هنا نشوف اذا كان في شيء. هذا المنطقة اسمها منطقة الفلويدد اريا يا اخوان. فهذا المنطقة نحن ما استكشفناه ولا وصلناه. وقانا هذا من فوق. كنت وش قاعد تسوي فوق الشجرة؟ وش قاعد تسوي فوق؟ قاعد تاكل نبق؟ يا حبيبي لا قس تنزل كذاك، لا تنزل كذا. لا قس تنزل كذا مرة ثانية. لما تنزل شاورني قبل. انا مضروب فاحسن ناخذ لنا الهيلينج نهيل يا اخوان. ويستد وير هاوس. اوكي هذا ما يرجع لنفس المكان ولا كيف؟ هذا المنطقه يا اخوان يدور راس ما تفهم انت وين تروح. بس تركض كذا بس. يا لا لا قنبله يا اخوان قنبله. انهو القنبله. هذا كان ذاك اللغم بشكل لغم. يا الفيران تو ابو سويت هذا اللغم؟ تعبت تسوي اللغم بعد هذا الايام. ما عليكم. اوكي خليني افقره. عسى يكون في اوكي 300 جولد ممتاز والله. نوت باد. نوت باد اللي. انزين هذا وين يوصلك؟ قبل ما ننزل يا اخوان فوق ما في شيء صح؟ ما في شيء؟ اوكي. اوكي انا اريد اوكي بنزل من هنا. ينفع انزل كذاك؟ ما ينفع؟ اوكي. هذا ما يطيح؟ ما يطيح صح؟ يطيح يطيح يا اخوان. اها هذا حالي اذا باغت ترجع يعني اذا باغت ترجع فوق يا اخوان. اوكي. فهمت انا. اها اذا كيف اذا باغي اروح انزل؟ ما ينفع، اكيد ما ينفع. هذا شكله في طريق ثاني يا اخوان اذا باغي تروح اذا باغي توصل هذا المكان. شيء طريق ثاني. ما مشكلة. اذا بنقيله بعدين، بنقيله بعدين يا اخوان. قبل ما ننزل اوكي في سيفنج ممتاز. في سيفنج. اوكي خلونا نسيف. اوكي ذاتس جود. اساس ما نعيد من اول. اوكي حصلنا. وش حصلنا؟ هذا وش؟ هذا ميديسن حق وش؟ هذا الدواء. هذا الدواء حق وش؟ وينه؟ هو ذا؟ بونجنت. This bureau made for the wild herbs picked from the land has property to prevent and cure stun. اوكي فهمت. فهمت ايش فائدة هذا الدواء يا اخوان؟ مثلا لما اسمه ذاك يعني العدو لما يضربك وتطبق ما تقدر تتحرك تاخذ هذا الدواء اك ساعة يعني اسمه ذاك تتحرر من هذا الضربة يا اخوان. يس هذا فائدة الدواء يا جماعة. اوكي هذا منطقة يا اخوان منطقة جديدة. انا متأكد ان منطقة جديدة ما وصلتها في الفيديو السابق. لا ما وصلت هنا ابدا ما شفت هذا السفينة المهجورة يا اخوان. اوكي اروح سيدة يعني. اوكي خلونا نروح سيدة. اوكي اي مدخل من هنا يعني؟ هنا ما في شيء صح؟ قبل ما تتحركوا يا شباب يا جماعة في هذا نفس هذه الالعاب يا اخوان لازم تستكشف يعني لازم ما تخلي ولا لفه ما تلف ما تلفها. مثلا هنا لازم تروح كذا احيانا يحطوا لك شيء داخل هنا يا اخوان فلازم وش تستكشف. اوكي انزين نحن دخلنا داخل السفينه المهجوره يا اخوان. دخلنا داخل السفينه المهجوره. هذا لفت شكله ولا ايش؟ لكن هذا اللفت ما شغال شكله خربان خلاص. هذا ويش اللي تحت؟ هذا ويش؟ ويش؟ ايه هذا يزوع. هذا ما يزوع، هذا هو اللي يجيب هذاك. ولا؟ اوكي تلفلنا يا اخوان تلفلنا لحظات. اذا تلفلنا خليني اضبط انا السلاح. اوكي. هذا خلونا نسوي نضبط هذا هذا انكريز اتاك هذا اوكي. هذا يقوي من ال لحظات يا اخوان عندي 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 نقطة غيرها بعد. لا عندي نقطة غيرها بعد عندي ثلاث نقاط.
كان عندي 3 نقاط يعني. اوكي وش استخدم هذا؟ دامج انكريز باي 5 انكريز باك ستاب دامج. اوكي هذا ريديوس ذا ستامنا كوست اوف دول بليد. هذا ممتاز يا اخوان، هذا يفيدنا، هذا ام الممتاز، ما بس ممتاز. اوكي خلونا نسوي كونفيرم ونكمل. هذا بوكيمون يا اخوان، صح انك الزباله. تفل يا عفي تفل. اوكي ها هو ذا اللفت ممكن نتكلم عنه نحن. لا ما هو ذا، واحد ثاني. زين هذا وش فائده اللفت؟ اها يوصلك هنا يعني. اوكي المنطقة صراحة عجبني، كيف عجبني البيئة هذه المنطقة يا اخوان، بيئة كذاك يعني مظلمة كذاك يعني، تحسها فهمت يعني، تحسها كذاك فيها من الظلام يا اخوان، داكنة ومظلمة. ايش قاعد تضرب انت اخوان يا اخوي؟ ثروين نايف اعطوني، تعطوني ثروين نايف؟ انا عندي ثروين نايف، مكدس ثروين نايف. ايش يا اخوان ايش هذا الراس؟ هيد ان كيج وابش، هذا شكل شيء من الاعداء يا اخوان اللي راح نواجهه. هنروح وش هنا؟ لا هنروح، ما في اروح هذا الصوب قبل. ما بروح هذاك الصوب. شفت اسمع لك اسمه اخطبوط متطور يا اخوان. انا نزل هذا. هذا كيف كذاك؟ لحظات حبيبي ارجع فوق مره ثانيه. اوكي لحظه انا بجي بروح اشوف هين الاخطبوط هين. هذا يا حبيبي وش هذا؟ هذا يقول لك حبيبي يا زباله انا بموت يا اخوان، بموت. هلف يا حبيبي هلف. هذا ما يمزح اخوي، ما يمزح. هذا المنطقه يا اخوان شكلها صعبه، المنطقه شكلها منطقة أم الصعبة، ما صعبة بس. الحين استكشفت إن المنطقة صعبة. قبل أنا ما كنت مستكشف هذا الشيء. نشوف تحت. ما في شيء؟ أوكي ننزل. والله شوف يدين. كيف يسووا؟ شفتهم؟ هذيلا. كذا سالفتك أنت. يا زريبة. شفتوا ذاك العملاق اللي هناك؟ انا ما اريد انزل، ما اريد اروح عنده. وامك لحظه انا بجهز له مفاجاه يباله. هذا ويش في شيء مفيد هنا؟ اوكي سوي انزل. كانت بي اوبن فروم ذيس سايد. اوكي يعني احتاج لازم تروح من داخل يا اخوان على اساس تفتح هذا الباب. هذا شكله مختصر. اوكي اذا ممكن بس تسحب شوي على اساس انا اتقدم. ايوه سمعت كلامي، ظل انك شاطر ابلع. ايش رايك بالقنبلة؟ وابوش يا زريب انا كنت امزح. انزين هدي وين تضرب يا حبيبي؟ وين كنت تضرب؟ ابلع. هذا وحده كنا زعيم يا اخوان. شكله هذا ما يمزح ذا. لحظة يا حبيبي انا ميتة يا اخوان. اذا ما يموت والله لا انا بموت يا اخوان. اذا مت برك قتلته. هذا كم يحتاج لك؟ كم يعني كم ضرب؟ كم ضرب يحتاج له؟ ما يموت بسهوله. اخطبوط. اوكي بسوي نفسي ما شفتك. اوكي لحظات يا اخوان قبل ما نروح فوق ابغى اشوف تحت وش فيه. تحت فيه اللي ما تشوفه يعني. لحظة ابلع 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 يا حبيبي ابلع سكاكين. هذا كان يا ذبو ليزر. هذا نفس الشيء يا اخي اخوان قوي يا اخوان. بموت انا بموت. لحظة يا حبيبي لحظة شوية بس خلونا متفاهمين يا اخوي. انا ما ضربك انت والله، انت ما تستاهل. هنا في شيء شفتوا يا اخوان كما قتلكم ذيك الساعة، انه لازم ايش؟ دخل في سكيك ذاك، دخل يعني دخل داخل سكيك.
يا حبيبي انا ما فاضلكم قسم بالله، انت وحدكم ما موت ما تموت بسهوله، وانا ما عندي هيلث يعني. ايوه ما شاء الله متشحين. نروح فوق. اوكي انا ما اعرف انقص اروح يا اخوان، انا بس قاعد اركض وقت الحال، انا قاعد اركض وبيننا ما في شيء هنا يا اخوان. ها في شيء فوق يا اخوان، في شيء فوق. يا حمار صح انك زريبة. اوكي حصلنا هذا حل اللي يطور السلاح يا اخوان، هذا مفيد جدا. زين ما مشكلة، هو مفيد لكن انا ما اعرف وين قاعد اروح الحين، انا ضعت. بنزل قرب، خلينا ننزل هنا نشوف. ما في شيء صح؟ اتوقع ما في شيء هذاك الصوب يا اخوان، فخلونا نرجع. خلونا نرجع. اوكي يا من اسمك يا اخطبوط، انا بروح عنك. وش في هنا؟ وش في هنا؟ ابلع ابلع. هلو خصف ذا والله خصف يا خفافيش والله العظيم. حلو قاس يحترق يا اخوان. تعال تعال يا حمار تعال. هذا المنطقة يا اخوان ما سهلة، اتوقع الزعيم في هذه المنطقة بيكون مرة قوي. اي انا قاس انزله. لا روح تعال تعال فوق تعال فوق. ايوه تعال يا حبيبي، انا وش قاس اسوي؟ يعني هذا حد ما يجي فوق زيادة؟ ايوه شكله هنا حده. اوكي تعال تعال ده. اوكي انزين وبعدين وين نروح؟ نروح هنا؟ انا ما فهمت. انا لحظات نحن رجعنا هذا المختصر يا اخوان صح؟ هل هذا المختصر؟ هي هذا رجعنا اتوقع اسم ذاك بداية. هذه البداية يا اخوان، هذا المختصر. اوكي هذا ايوه صح صح يا اخوان، هذا المختصر. تتذكروا هذا المكان؟ لما قتلكم ايش هذا؟ اوكي هذا المختصر يا اخوان. اوكي فتحنا المختصر يعني. ممتاز. اوكي. تعاقب اذا فتحنا المختصر. الطريق وين؟ كيف بيكون؟ الطريق انا بموت. بنروح هنا يا اخوان، انا بروح سيده بس. ما ينفع اروح فوق هنا؟ نزلت بس كذا. اوكي. في حد هناك يا اخوان. ما صابه؟ ما مشكلة. إذا ما صابه أنا بقتله. هذا المكان ما يبشر. ابلع ابلع يا حبيبي. ايش رايك؟ ايش رايك بالنار؟ لا 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 كيف ما انفجر؟ انفجر يا اخوان يا اخوي انفجر. انزين في شيء يا اخوان هنا؟ اوكي جولد. صفعني الزبال هذا يا اخوان يا اخوان. هنا مسمى طين، هذا طين يا اخوان، ما اقدر اتحرك. طين طين يا اخوان، طين 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 هذا طين. انا عندي قنبلتين بس. انا اموت انا اموت يا اخوان، انا اموت انا ميت انا ميت. اشرد 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 اشرد. صح انكم زريبه. لحظة 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 لحظة، هل في شيء هناك يا اخوان؟ تتوقعوا في شيء؟ ما باجاف لان اذا منت بعيد من اول يا اخي. لا لا ما بروح، يمكن بقيهم بعدين يا اخوان، يمكن بقيهم بعدين، انا ما متاكد. اوكي ما شاء الله قاعد عند القنبلة. ابدع ابلع عقب. حلو عقبك. لا اوكي 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 اسف. انت ليش انت ليش جيت؟ ليش نزلت؟ جاب اخوه جاب اخوه. هذا ما داني، هذا ما داني انا، لكن الثاني اوكي، لكن هذا ما داني. هذا زباله ما يموت بسهوله يا اخي. عاد هذا وامك هنا. ويش
ما رحنا هنا صح؟ ايه ما رحنا. اوكي تلفلنا يا اخوان، خلونا نضبط شوية، خلونا نضبط لنا. خلونا نشوف هنا increase potion recovery، هذا نفس الشيء مفيد يا اخوان، خلونا نضبط هذا. اوكي اخفى في شيء، اذا ما كنت تخبروني وين الطريق لان انا ضعت. في شيء هنا؟ ايوه حصان هذا ممتاز، يبلع القنبلة اضيع. هذا كذاك سالفته، هذا يقول لك انا زوع سم. في شيء هنا اخوان، حصلنا مثل ما ذاك اسهم، بنزل تحت اشوف اذا كان في شيء. وابوش وفي شيء وفي شيء بشله، بحاول اشل اشر موليتوف اعطوني. انا قلت شيء مفيد يا اخوان، اعطوني شيء كذا يعني، شيء يستاهل سلاح، شيء كذا يستاهل يعني. اعطوني موليتوف. اوه يا اخوان حصلنا سيفنج يا اخوان، سيفنج يا جماعة السيف، اللي مسوي سيف هنا لأنه ماشي فايدة نعيد، ماشي فايدة البر نعيد. طيب يا جماعة خير راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان، وان شاء الله في الفيديو القادم راح نكمل المكان اللي وصلنا فيه في هذا الفيديو يا اخوان، واتوقع راح نواجه الزعيم في الفيديو القادم. فاضغطوا لايك وشير والاشتراك. كان معكم عادل من قناة تنفين جيمنج، ملتقانا في الفيديو القادم. سلام.